أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا تتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها ضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني
صدق الله.